أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو التفسير؟ نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو التفسير الذي تنصحنا بأن نرجع إليه بعد الدرس؟ تفاسير كثيرة ولله الحمد، فالتفسير الذي ينصح بقراءته التفسير ابن كثير، لأنه متوسط له بالمطول وله بالمختصر. تفسير الشيخ ابن سعدي لأنه سهل وهو تفسير موضوعي تقريبا، ما تيسر لكم من التفاسير الأخرى. نعم.